ما هي مصيبتنا التي حل بنا في هذا الزمان؟ ما هي مصيبتنا التي حلت بنا في هذا الزمان؟ المصيبة العظمى التي حلت بنا أننا لا نبكي على ذنوبنا. إي والله، قد نبكي على المال، قد نبكي على الدنيا، قد نبكي على الدراهم، لكن من منا يبكي على ذنبه؟ من منا يبكي إذا فاتته صلاة الجماعة؟ من منا يبكي إذا قطع رحما؟ من منا يبكي إذا ظلم أختا في الميراث؟ من منا يبكي إذا أكل مال يتيم؟ من منا يبكي إذا ظلم أخاه؟ من منا يبكي إذا آذى جاره؟ من منا يبكي إذا عق أمه وأرسلها إلى دار المسنين؟ من منا يبكي على ذنبه؟ من منا يبكي على معصية مع معصيته؟ قليل منا والله. مصيبتنا أننا لا نبكي على ذنوبنا، لا نبكي على أنفسنا، ونحن والله أحق أن نبكي على أنفسنا. من الأحق أن يبكي؟ الذين بشروا بالجنة أم نحن المساكين؟ نحن بحاجة والله أن نبكي على أنفسنا. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة، الذي يأتيه الموت فيقول لابنه عبد الله: ضع خد أبيك على التراب، ضع خد أبيك على التراب. لما قالها عمر؟ لما قالها عمر؟ لأنه يعلم أننا من تراب وسنعود إلى التراب، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. إي والله، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. ضع خد أبيك على التراب، لعل الله أن يرحم أبيك. ليتني خرجت من الدنيا كفافا، لا لي ولا علي. ليت أم عمر لم تلد عمر. هذا من؟ هذا هو أمير المؤمنين. فماذا أقول أنا وأنا؟